مرض السكري هو الاسم العام الذي يطلق على أنواع ومجموعات الأمراض التي تتطور بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويصاب الأطفال بالسكري بسبب أن البنكرياس لا ينتج الكمية الكافية من الأنسولين. ويتم تشخيص الطفل بالإصابة بمرض السكري عندما تبدأ الأعراض في الظهور عليهم، ويتأكد الوالدين من إصابة الطفل عن طريق إجراء فحص الدم. وقد ازدادت نسبة الإصابة بمرض السكر عند الأطفال خلال السنوات الأخيرة، ويساعد التعرف على علامات وأعراض مرض السكري عند الأطفال على التشخيص المبكر والحصول على نتيجة أفضل. في هذا الفيديو نتعرف على أعراض مرض السكر عند الأطفال، سواء بالنسبة للسكري من النوع الأول أو النوع الثاني. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض السكري عند الأطفال ما يلي: أولاً، العطش الشديد. يشعر طفل السكري بالعطش الشديد على مدار اليوم حتى وإن لم يبذل أي مجهود كبير، وهذا لأن مع ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم يبدأ الجلوكوز في امتصاص السوائل بالجسم والرغبة بالمزيد، وهذه تعد من أهم أعراض السكر عند الأطفال. ثانياً، كثرة الحاجة للتبول. التبول لأكثر من مرة في وقت قصير وبشكل متكرر خاصة أثناء الليل تعد من أعراض السكر عند الأطفال الشهيرة، حيث لا يمتلك الطفل القدرة للسيطرة على إحساسه بالتبول، مما يجعلها يلجأ إلى التبول اللا إرادي في الفراش. ثالثاً، الخمول والإرهاق. من أعراض السكر عند الأطفال الخمول الدائمة بسبب نقص نسبة السكر في الدم، بمعنى أن لا يمتلك طفلك الطاقة الكافية للعب والمرح والمذاكرة، ولهذا تجدينه خاملاً معظم الوقت. رابعاً، الشعور بالجوع بصورة تفوق الحد الطبيعي. فمع نقص مستوى الأنسولين في الجسم يحتاج طفلك للطعام لتعويض مستوى الطاقة الذي ينقصها، ولهذا تجدينه جائع بشدة ويرغب في تناول الطعام والسكريات بشدة. خامساً، ظهور رائحة تشبه رائحة الفواكه من نفس المريض. سادساً، الشعور بحكة حول الأعضاء التناسلية، وعادة ما يعزى ذلك لنمو فطري أو ما شابه. وللأسف حتى الآن السبب في إصابة الأطفال بمرض السكر غير واضح، ويعتبر السبب الأساسي هو عدم إنتاج الأنسولين من البنكرياس. من الممكن للتشخيص المتأخر للحالة أن يكون خطيراً جداً، فقد يؤدي عدم تشخيص السكري من النمط الأول مثلاً للإصابة بحالة تسمى الحماض الكيتوني السكري. وفي العادة لا تظهر كافة الأعراض لدى الأطفال، بل يقتصر الأمر على ظهور عرض واحد أو اثنين، وفي بعض الحالات لا تظهر أي أعراض على الطفل. ونظراً لأن السكري عموماً أقل شيوعاً بين الأطفال، فإن أي عرض ظاهر قد يتم استبعاده من قبل الأهل والأطباء على أنه علامة للإصابة بالسكري. ولكن من المهم الانتباه إلى كافة الأعراض، ومن المهم أن يصر الأهل على القيام بفحوصات السكري للطفل في حال وجود شك حتى ولو استبعد الطبيب ذلك.